لكن نطلع فاصل بقى، في الفاصل ده نشوف كده تقرير نرسم فيه بسمة في وقت احنا متضايقين طبعا، ويعني الأحداث اللي بتحصل مش يعني صعبة طبعا أكيد على قلوبنا، وإحنا بنشوف أهالينا كده. حبينا نرسم بسمة بسيطة كده على حضراتكم في حدث عالمي النهاردة يوم 31 أكتوبر، خير اللهم اجعله خير، اسمه الهالوين، وده عملوا له أفلام كتير وناس كتير عارفاه. يعني يقول لك الهالوين ده بقى حفلة كده تعملها، وكل واحد يجي لابس لبس ويعني أكتر واحد بيلبس لبس مخيف أكتر أو ماسك مخيف أكتر، ده اللي بيبقى يعني المفروض إنه بريمو. وبسأل زمايلي بقول لهم الهالوين بالعربي ايه؟ عيد عيد الخوف، قالوا لي عيد الهلع. مش عارفه الحقيقه هلع ايه اكتر من البشريه عايشه فيه دلوقتي، البشريه كلها عايشه في هلع دلوقتي، مش محتاجين عيد هلع نحتفل بيه. زميلتنا العزيزه مها صبري صورت لنا تقرير كده بيتكلم عن عيد الهالوين اللي هو المفروض امريكاني، بعد شويه بقى العالم بيحتفل بيه، واخر كام سنه بقوا المصريين بيحتفلوا بيه، وهتلاقوا حضراتكم المدرسين الاباء والامهات في المدارس كمان بياخدوا ولادهم النهارده، هتلاقيهم اكيد عاملين حفلات الهالوين، كل طفل كده رايح بشكل مختلف. نشوف التقرير ده ونرجع مباشرة نتحدث عن التأمين الصحي في مصر. Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Thank you. Thank you. Happy Halloween to you too. أنا بكلمش إنجليزي. Happy Halloween. يعني إيه؟ Happy Halloween. إذا في إيه؟ عايزين نقول لك Happy Halloween. Happy Halloween. طيب. Happy Halloween. إيه ده بقى؟ Happy Halloween. هتقعد تقول لي Happy ولا لأ؟ ماليش أنا في الكلام ده ولا Halloween. انتوا مخضوضين من قبل ما ادخل؟ امال لما اقول لكم هابي هالوين؟ هالوين لا، ما لناش في الهالوين. ايه هالوين ده؟ عايزين اقول لك هابي هالوين. شكرا. هابي هالوين تاني؟ ليه يعني؟ هابي هالوين. هابي نيويل؟ تاني؟ هابي نيويل. هابي نيويل. انت فين؟ في اكتوبر والله. كنا بنعمل عيد الهالوين بس مش انا. عيد ايه؟ ما فوتيها بقى من اي شانل دغ يعني. هابي هالوين. اتخضرت. ايه اكتر شكل بتحبيه؟ هتعملي ايه؟ فروزن. فروزن ده هلع. ما ايوه. فين الهلع في فروزن؟ ايه الشخصيه اللي انت تحب تلبسها المفزعه؟ جوكر. اكتر شخصيه مفزعه قريبه لقلبك؟ خطيبتي. عايزين نقول لكم هابي هالوين. هابي هالوين. عملت ايه السنه اللي فاتت ممكن تجدد؟ فاتت ما عملتش للاسف. للاسف يا حرام. كانت اوت بالنسبه لي. هتقولي لي بقى السنه اللي قبليها اقول لك انا مش فاكر اي حاجه خالص. عايز اعرف اقول هو الحوار بتاع على ايه بالظبط يعني؟ ده بعد عيد الاضحى ولا ايه؟ ما اعرفش غير عيد الاضحى وعيد الفطر بس. بتفزع الناس ازاي؟ افزعهم؟ اخدهم يعني؟ باخد الناس. يعني انا لو طلعت لك بالليل هتخافي؟ هابي هالوين. ثانك يو. لسه مش عارفه هعمل ايه بصراحه. مفيش حاجه معينه. ثانويه عامه. الهالوين عيد الدلع. هابي هالوين. وانت من اهل يا بنتي يا ريم. بتحتفل بالهالوين ازاي؟ بتحتفل بالهالوين ازاي؟ بلم اصحابي وبنقعد نغني اغنيه هالوين من يومنا والله. And spiders in my hair. This is Halloween. This is Halloween. 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 Halloween.